السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طالبات ونتيجات طالبات مدرسة الاجتماع والصحب التاسع، كيف حالكم؟ اليوم بإذن الله تعالى سوف نتناول درس جديد من مجال العقيدة. دعونا نتعرف على عنوان الدرس من خلال مشاهدة هذا الفيديو. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ طيب عزيزي الطالب، بعد مشاهدنا هذا الفيديو ماذا تستنتجين عنوان درسنا لهذا اليوم؟ طيب، درسنا اليوم نتكلم عن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. طيب، ما هو الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في الكون إنما هو بعلم الله وإرادته. مرة أخرى، أن الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم في القلب بأن كل ما يحدث من ماضي ومن حاضر ومن مستقبل في الكون كله يتعلق بتكلف هنا أو في حركة أخرى، بالجيران بالعرب بغير العرب، كل ما يحدث هذا الكون إنما هو بعلم الله وبإرادة الله، بعلم الله وبإرادة الله وفي حقيقة. طيب حكمه، ما حكمه؟ ألف الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، مليون ناس وقدر خيره وشره. إذا حكم الإيمان بالقدر ركن وخلاصة، ما سأجي الواجب، ما سأجي المباح، إيش هو السبب؟ لأنه ركن شيء قوي جدا، إذا سقط سقط معاه الأمر. بمعنى أنا عندي دلوقتي الصلاة، الصلاة لها أركان ولها واجبات. إذا أنا نسيت إحدى الواجبات مثل التشهد الوسط، واجب الصلاة أقدر أسجد سجدتين سهو، لكن إذا نسيت مثلا أن أقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن، سقطت الركعة ولازم أصلي ركعة غيرها. عرفت كيف؟ كذلك الإيمان بالقدر حكمه هو الركن، يعني إذا سقط سقط معه الإيمان استمر. إذا يعني لو هو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مؤمن باليوم الآخر، لكن مش مؤمن بالقدر، مؤمن إن الأشياء دي بتحدث بالصدفة، إنه مستحيل كل حركة وكل همسة وكل همسة مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، أو لك سقط إيمان، إذا هو ليس مؤمن ويعتبر كافر. نعم كافر. دعونا الآن نتعرف على مراتب القدر، وللقدر مراتب أربعة في الحقيقة. إذا آمن الإنسان واستطاع أن يكسب هذه المراتب الأربعة حصل على إيمان قوي جدا بالقدر، يساعده هذا الإيمان في تجاوز الأزمات، في الثبات في الابتلاءات وكل هذه المشاكل، وبالتأكيد أجره عند الله العظيم. أول مرتبة عندنا ألا وهي العلم، ثم مرتبة الكتابة، ثم مرتبة
العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب تعالي معايا أول مرتبة ألا وهي مرتبة العلم. طيب مرتبة العلم هي الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا منذ الأزل. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن على الإنسان أن يدرك ويستوعب ويعلم جيدا بأن الله قد علم كل شيء، يعلم بأنك ستقولين هذا الكلام وأن هذا الأمر سيحدث لك وأن رد فعلك ستكون كذا. هو الذي خلقك ويعلمك من الداخل كيف ستكونين. الإنسان يستغرب أحيانا ويجب بأن أمه تستطيع أن تتوقع وتعرف كل تصرفاتنا والأمور التي سنحدث. تجدين أمك تقول لك مثلا: كنت أعلم أنك ستقولين هذا الكلام، والله كنت عارفة أنك ستروحي المكان الفلاني، والله كنت حاسة أنك كذا. كيف استطاعت أمك أن تعرف هذه الأشياء؟ لأنها هي التي ربتك وهي تعرفك. عاشت معك مثلا كم؟ 13 سنة؟ 14 سنة؟ درست تصرفاتك، تستطيع أن تتوقع أفعالك، وهي ليست معك في كل مكان، هي ليست معك في المدرسة، وأحيانا ليست تكون معك عندما تكونين مثلا برفقة أصدقائك، لا تكون معك طوال اللقاء، ولا تعلم ما بينك وبين نفسك، ولا تفكير. فما بالك برب العالمين الذي هو معك سبحانه وتعالى في كل مكان وفي كل زمان، ويسمع حديثك بين نفسك، ويعلم الأشياء التي تفعلينها في السر والخفاء، والأشياء التي تفعلينها في الجهل والعلانية. ربنا سبحانه وتعالى معك في كل مكان وفي كل وقت، ألا يعلم سبحانه وتعالى كيف ستتصرفين؟ وهل ستثبتين أم ستنهارين؟ ألا يعلم سبحانه وتعالى ما الذي ستقولينه وما الذي ستفعلينه؟ عرفت الآن كيف الأمر يصير؟ طيب، المرتبة الثانية ألا وهي مرتبة الكتابة، الإيمان بأن الله قد كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم الكتابة اللوح المحفوظ. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق. ما هي مقادير الخلائق التي كتبت في اللوح المحفوظ؟ كتبت في اللوح المحفوظ يوم الولادة، متى ولدتي، ورزقك من الصحة، من الأبناء، من المال، وأجلك، موتك، أسرتك. هذا هو ما سيكتب فيه الأشياء الخارجة عن إرادة الإنسان تماما التي تحدث لا محالة. يوم ولادة الإنسان، فالإنسان يختار يوم ولادته، الإنسان يختار عائلته، لونه، بشرته، شكله، جنسيته. هل يختار يوم وفاته؟ هل يختار رزقه؟ هذا كلها من عند الله سبحانه وتعالى. طيب المرتبة الثالثة وهي المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ليست السماوات والأرض من علمه ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. قال تعالى: فديم السماوات والأرض إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. يعني كل شيء يحدث بمشيئة الله، دعوة الله سبحانه وتعالى شيء والحافي والحافي والحافي، ولكنه لم يحدث. إذا إشارة الله سبحانه وتعالى لم ترد حدث هذا، ولهذا الإنسان دائما قبل أن يهم بفعل أي شيء يقول إيه إن شاء الله، لأنها دعوة بأن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يحدث هذا الأمر. إذا كل شيء يحدث هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة ألا وهي الإيمان بأن الله جل جلاله هو خالق كل شيء. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هو الذي خلقنا، وخلق لنا الأرض، وخلق لنا الرزق، والذي خلق الصح والمرض، والذي خلق الابتلاءات كلها، وخلق الخير والشر حتى الشر ينس. نعم، لماذا خلق لنا الشر؟ لكي يبتلينا، لأننا في دار ابتغاء، في دار الدنيا، في دار ابتلاء. كيف يعرف سبحانه وتعالى إيماننا؟ كيف نثبت إيماننا بالله سبحانه وتعالى؟
من خلال السبب في الابتلاء، ولهذا خلق هذا الابتلاء. كل هذه الابتلاءات لم تكن موجودة عندنا في الآخرة في الجنة، ولكنها موجودة في الدنيا شيء أساسي لكي يرى أو لكي يثبت الإنسان الإيمان كامل كامل صحيح، والإنسان الضعيف والإنسان الذي لا يستطيع الصمود في الابتلاءات ويظهر ويسقط على قدر الله سبحانه وتعالى. كان هذا درسنا لهذا اليوم، أتمنى أن حضرتك تحلي الواجب على الصفحة. شكرا لاستماعكم بناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.